وزارة الداخلية الموريتانية تصدر بيانا صباح الثلاثاء تقول فيه إنه لن يكون تهاون ولا مساومة مع كل من تسول له نفسه المساسة بسكنة العامة وأمن المواطنين فردا كان أو جماعة وأكدت الوزارة حرصها على توفير الظروف المناسبة لسير حملات المترشحين وفق القانون يعقب بيان وزارة الداخلية أعمال شغب تعرض لها مهرجان تابع لحملة الشباب للمرشح محمد الشيخ الغزواني في مدينة واديبو. وأشارت أصابع الاتهام فيها إلى محسوبين على المترشح برام الداعبيد بل إن السلطات الجاوية بالمدينة أوقفت رئيس فرع حركة إيرا في مدينة واديبو. أما المترشح برام الداعبيد فندد بإيقاف يمثل الحركة مؤكدا في رسالة صوتية أن ما يحدث هو تصفية حسابات من قبل النظام الموريتاني وأن صناديق الاقتراع هي من تحكم كما نفى يعقوب أحمد المرابط المدير الوطني لحملة المترشح برام بيد وجود صلة بين حملة مرشحهم وأعمال الشغب الأخيرة مستدلا على ذلك بعدم وجود أي من مسؤولي الحملة ضمن قائمة المعتقلين عقب الاحتجاجات وقبل بيان الداخلية أصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني تعميما بحظر بيع البنزين في الحاويات دون ترخيص وعرض العجلات المستعملة في الشارع العام على كافة التراب الوطني خطوة أخرى لم يستبعد الساسة أن تكون لها صلة بالاحتراز من أعمال شغب قد تعقب الانتخابات حيث وصف حزب صواب هذه الخطوات برسائل الرعب والاستعراض الأمني الذي يتوالى رغم هدوء الشارع وفق الحزب وقال الحزب الداعم للمتراشح برام الداعبيد أن الحفاظ على الساكنة والأمن يكون عبر احترام إرادة الشعب دون تزوير أو تسلط وبعيدا عن الأدوات التقليدية التي وصفها بالوخيمة العواقب التي تستعملها الانظمه لمواجهه خصومها حين تختارهم الشعوب يؤكد حزب الصواب